بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم محبين ومشاهديني على فيسبوك على يوتيوب، أحييكم تحية طيبة داخل مزرعة الحاج محمد أبو الحاج، المكان وسنا منوفية قرية عرب أبو زكري. العرض يا جماعة النهاردة بفضل الله بيقعدش معانا أكتر من يوم، والعرض النهاردة بتاريخ 25/6/2022. اهلا بكم محبين ومتابعيني على فيسبوك وعلى يوتيوب، بحييكم تحية طيبة، اخوكم ابراهيم محمد ابو الحاج. لايك شير وحد الله، وعايزين تعليق حلوة فيها الصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. لايك شير وحد الله عشان نحاول ندخل الناس معانا على الله. يا جماعة دعمونا باللايك، عايزين تعليق فيها الصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. حبيبي عم ايهاب مساء الفل عليك يا باشا، احلى حاجه يا جماعه صلاه النبي على دماغي، برضه بمس على مشاهدينا وعلى محبينا في مصر وخارج مصر والناس كلها على دماغي من فوق. بحييكم تحيه طيبه، واهم حاجه يا جماعه المصداقيه والامان. اسحب شويه كده يا عم هاني. معانا يا جماعه هنا عجلين في العرض كده، اوزان بتاعتهم 260 كيلو. برضه الناس اللي عايزه ضحايا خفيفه شويه موجود. اللهم صل على واد. الشغل بتاعنا يا جماعه الشغل بتاعنا انتوا متعودين عليه، مال من اعلى الاصناف، كافه التحصينات. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. لايك شير وحد الله. معانا بس برضو على الناس كلها اللي معانا. حبيبي عم ايهاب ربنا يسترها معاك يا باشا. ابو صابر مساء الفل عليك. طبعا الناس كلها يا جماعه على دماغي من فوق علشان ما ننساش حد برضو. لايك شير وحد الله. اول حاجه معا معانا في العرض كده 5 عيول ذكوره اعمار معانا 7 شهور و8 شهور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. ادي اول عجل، ادي الثاني، وادي الثالث، ادي الرابع، وادي الخامس، ادي المال زي ما انت شايفه. المال هنا زي ما انت شايفه يا جماعه. رضيت العجل من تحت، يعني بنحاول نجيب العجل من فوق لتحت كده عشان لو حاط طلب العرض في اي مكان الحاجه تروح له ايه، يعني زي ما بتفرج عليها كده. شايفها يا جماعه الفتحات من ورا، يعني حاجه نقاوه. وكفه التحصينات يا جماعه، كفه التحصينات. هوريكم برضه مطرح التحصين كده، هنوريكم مكان التحصين. اهو يا جماعه ده مكان التحصين هنا، يعني كفه التحصينات. اللي ياخد حاجه ربنا يبارك له بس. لايك شير وحد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. معلم ابو سته مساء الفل عليك. عايزين نخش في السعر يا باشا على طول برضو عشان خاطر مشاهدينا ومحبينا. نقول السعر يا باشا، اول حاجه مس على جميع المغنيين معانا على البث، بطلب منكم يا جماعه الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حلو، وتصلي على النبي يا جماعه بالتقليه عشان ده مال ومحتاج الصلاه على سيدنا النبي. دي مال يا جماعه ومحتاج الصلاه على سيدنا النبي. وبمس يا معلم ابراهيم على 27 محافظه على دماغ ابو سته، على الناس كلها، عشان بحيي الناس كلها في جميع انحاء العام. على دماغ ابو سته محترم والله. 5 ذكوره دول يا جماعه هيبقوا بسعر حلو، سعر حلو يا جماعه. اهم حاجه الصلاه على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته خش معانا في السعر كده في ال5 ذكوره دول الاول، ولا خش في العجلين دول الاول؟ اخش تعالى بس انا اسمع العجلين دول برضه. اوزان كام هنا يا ريس؟ الاوزان هنا 260 يا باشا العجل. 260 كيلو تمام. اسحب شويه كده يا عماني كده. لا عايز يا جماعه، عايز مثلا حد عايز اضحيه خفيفه برضه على قد فلوس موجود برضه هنا. اللهم صل على النبي. الله حلوين يا عم. كل عجل مثلا زي لما تصفوا له مثلا 110 اقل كلام يا جماعه، عجل ده صف 110. ماشي يا معلم ابو سته، عايزين نخش في السعر على طول كده يا باشا. السعر هنا عم ابراهيم عايزين لايك وصلى على سيدنا النبي يا باشا. كله عامل لك لايكات وكله صلى على سيدنا النبي. السعر هنا بس عايزينك انت ما تبخلش عنا بالسعر. السعر سعر العجل هنا عم ابراهيم مش هقول لك ب 40000. تقول ب 40000؟ مش هقول لك ب 40 ولا ب 37000. اللهم صل على النبي. امال بكام يا ريس؟ سعر العجل دول يا باشا ب 34000. ب 34000؟ ب 34000 تمام يا معلم ابو سته. ماشي اسحب حوضك كده يا عمان. اسحب كده يا باشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. معلم ابو سته بقول لك يا جماعه سعر العجل دول ب 34000، بس احنا معلم كان نظرنا اكتر من كده فيه عشان بس يعني نعرف نعدي بس. 34000 يا جماعه، 34000. طبعا العنوان وسنه منوفيه قريه عرب ابو زكري الحاج محمد ابو الحاج. رقم التليفون للتواصل 010
ستة تلاتة عشرة سبعة أربعة تسعة اتنين. ده رقم يا جماعة، ده رقم أخوكم إبراهيم محمد أبو الحاج. أما اللي عايز رقم الحاج محمد برضه، الرقم الثاني 010-65-25-71-32. يبقى كده معانا أول حاجة في العرض العجلين دول همت، أوزان بتاعتهم 260 كيلو. أه يا جماعة، حاول برضه إيه نبين لك كل حاجة على الطبيعة. السعر بتاعهم 34000 جنيه. تعالى معانا أبو ستة، تعالى معانا، خش يا باشا معانا بالخمسة دولار. يلا معانا خمس دولار. عيود منوف على أبونا، عيود بلد منوف. تمام يا باشا، الخمس عيود دول عم إبراهيم. خش يا باشا في السعر يلا. مش ب 55000، مش ب 55000، 5 دولار. اللهم صل على الأعمار. كام يا باشا؟ الأعمار هنا يا باشا من يعني معاك من 6 شهور لسبع شهور. ماشي يا معلم أبو ستة على دماغي يا باشا. خش يا باشا في السعر. السعر نعم إبراهيم. تمام. يقول لك ب 55 و54. طب معاك حاجة تانية يا باشا تفرجني عليها برضه؟ معانا الدقيقتين. طب خش في السعر بس في الخمسة دولار الأول. الخمسة دولار عم إبراهيم ب 52500. ب 52500. يعني سعر العجله يا جماعه من دولت 10 و500. اللي عايز برضه حاجات اقل من كده فيه يقول يا جماعه شبعانه لبن، ابو الرياني ملح حلو. بسم الله ما شاء الله، ادي الفتحه العريضه، ادي الفتحه برضه يا جماعه، ادي الفتحات من ورا اهي. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. يبقى الخمس عيول دولت يا رجالتنا 52500 سعر العجل 10500 جنيه. طبعا اللي عايز حاجه اقل موجود برضه معانا ابو سته. في يا باشا معانا عيول. اللي عايز حاجه اقل شويه موجود. اه كان عندنا برضه يا جماعه حاجات بتسعه، حاجات بتمانيه ونص. طبعا كل اللي انت عايزه موجود بفضل الله، كل اللي انت عايزه موجود يا جماعه، بتمانيه ونص فيه، بتسعه فيه، عايز تجاره باتناشرات فيه، باحداشرات فيه، كل اللي انت عايزه موجود بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. حاجات زي كده يا جماعه مثلا ايه؟ 8500، حاجات زي كده 9، حاجات زي كده 8 ونص. في 8 هنا يا جماعه 8000، في هنا 8000 برضه. طبعا اللي انتوا عايزينه بفضل الله موجود. المكان وسنا المنوفيه، قريه عرب ابو ذكري. رقم التليفون للتواصل 010-63-10-74-92. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. كافه التحصينات يا جماعه، دايم ديت واخده كافه التحصينات. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. معانا انت ابو سته برضه، نخش في السعر كده. ايوه يا معلم حسام، سقف اللي عليك يا باشا. يبقى يا جماعه قلنا لكم العجلين دول همت كده 34000، 34000 يا رجالتنا. العجلين دول همت الاوزان بتاعتهم 260 كيلو، وزن العجل 260 كيلو. حد انت تدرس حاجه قدامك كده يقول على السعر يا باشا. ادي معانا عجلتين برضه يا جماعه، عجلتين اخر حلاوه، عجلتين اخر حلاوه. حبيبي يا معلم شربين وحشني والله. على دماغي يا باشا دمياط وناس دمياط، كفر سليمان وكفر البطيخ على دماغي من فوق. اسحب كده يا باشا. يا جماعه الناس اللي بترن كده الرقم اللي انا بقول كده انا شغال بيه يا جماعه. تعالى معانا ابو ستة. اه يا باشا اسحب كده. ادي عجله يا جماعه، معانا عجلتين برضو على دماغي يا باشا. اوصل عم شربين حبيبي. ادي يا جماعه برضك يعني ايه؟ مال يرضي الله، هنا المال يرضي الله. حل يا باشا الثانيه كده عشان نتفرج. تعالى يا باشا حل الثانيه كده. اصبر دي وهدي الاثنين بس. لا اله الا الله. صلوا على سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي. تعالى يا باشا ارجع كده يلا. ادي يا جماعه انتهى وادي انتهى ثانيه اهيت كده. وسعر الاثنين 26500، 26500. وانا ذاكرين هم 34000. معانا الكوره انا ب 10500، الكوره ب 10500. حاجات حلوه، ملبس الله ما شاء الله، كفه التحصينات. وبرضه ملناش بركه لاي حد، ملناش بركه يا جماعه لاي حد. اللي يشرفنا على دماغنا من فوق المكان المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري الحاج محمد ابو الحاج. رقم التليفون للتواصل 010-63-10-74-92. وملناش بركة إلا أي حد. ودمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.